ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامة. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمة كده على الماشي. الله، ده انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعة غيره تأكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجة مش زي الأول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقة مش غير. ها زوج حتى انك ما بحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل يا جليطس. اتفضل بلاش السايب، خليها بزازة يا جليطس. كتر المزة يا جليطس، هاخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجة؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركب لك ذنوب؟ ايه عنك انت؟ حسب مرزوق. خير درع الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا دول عشاني؟ لا، عشان ابقى خفيف. يلا Thank you.
5 جنيه بس كده الحساب مظبوط. ده كده البيع خسران. ولوتك انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تاخده؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. ده حلاوت قوي. طيب خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوريو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجه، انت عايز ثلاثه عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجله برضه. انت هتخطب؟ روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجوز دول
رسول الله. ابونا امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلبي انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العالم دي كانت تراقبين لك ليه؟ حرقت خمرت مشريه. حرقت خمرت ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. مش سبب كافي خليك تجيلي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه بتتخرم. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها. قلت لك ما تتصرفش على الفلوس حصل ولا حصل. حصل يا سعادة البيه وده في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. اكل ولاد السبعة منين ده؟ خلاص 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 بلا ولادك بلا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي. كفاية كتير. ايوه يا حبيبتي ايوه. مش عارف انام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دوق اتفضل السعادة بقى اتفضل. طيب واروح نعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعادة البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعادة البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناه على المصيف؟ لا يا سعادة البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوك تاني في السجن مطرح مكاني يا سعادة البيه. زارك جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنة محاماة نقد وإبرام أوسخ نفسي مع أشكال بالشكل ده؟ طب وأنا أجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعادة البيه؟ أنا رحت خالص. أنا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف. اسمك يبقى زي البرلانت. لو البوليس رجله جت على الخمارة وعرف سكتك ما تتزمنيش، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه، بس الولد دول حاسس أمين. بقول لك إيه؟ مش عارفة أنام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا أخويا اتفضل. سعادة البيه. شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريب الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليله. هعدي عليه فين؟ زمان المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا حمزه هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قلة ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهكله بسبيل الله ولا انت مش قدها؟
ده وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني؟ بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المية خمسة عشر بتخليك حلو ما اقل من كده بقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. تلاتة الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. اه ايه هتغرقها يا رخرة؟ بس سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه دي امانة. ايه هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الامانة؟ اصلك ما انتش فاهم. الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي. وهيديني 10% والبيع هتتم باسمي. باسمك انت ليه؟ اصل عايز يكبرني. كبرك ده ايه؟ حد بيكبر حد النهارده؟ انت بالشغل اللي عنده من امتى؟ انا بشتغل معاه زهورات. بالنقله يعني لما يكتر الشغل. بقول لك ايه؟ الحكايه دي فيها انه. ايه؟ فيها انه. العمل يا صاحبي. انا واقع من جوه ولازم اكل عشان اعرف اشغل الجمجمه. هاكلك احلى طبق كشري. كشري لا 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 بلاش شط دي ملهلبه قوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. ايه يا معلمه الشط خفيف. ماشي ثلاثة دوبل صلصة زيادة بس خلص. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيدنا ما تقف قوي وتتكلم عادي للمار. انا مستني لما واحده زيك تعدني. انا لا زي ولا قد قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة ايه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرزوق فيها يا بطل؟ اسال بسلام. مالك انا عملت لها حاجه؟ انا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجه يا معلمه. الراجل بيضحك معاك. ده محل اكل عيش يا ابن والدي. واللي عايز يقرق يبقى يروح القراجوز. حقك عليا يا بطل ما تزعليش. ماشي عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. يا هتعمل ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل اتنين كشري دوبل بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. ليليا نعملها معاك. هتقول فين القهوه من عينيا يا ست كل. ها سليمة الحمد لله. انا عارف يجروا كده ايه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيد. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. شكرها حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك في الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه؟ دي بشوكها يابا. دي بنت بنوت. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. الظاهر الحاج مش جاهز. يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين. انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها بس الحكومه توافق. اكلم هال يا مين؟ الحكومه يا اخوانا. احنا بنتكلم في العربيه. عاوز كام بالصلاه على النبي؟ هي صوره ما قلنا لك. كلمه البيع والشير 16 12. يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. و
ونص. يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعه؟ يلا يابا 15 حلو. يلا بخسارة، يلا بخسارة زي بعض. انت الحياة اللي معاك يا جدع. خلاص بقى. اوه ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، ما تكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ عالبركة. اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي لما نسجل هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. عيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج، انا مش فاضل منها. خلاص خلاص اهو باك اهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلوة يا حاج. خلاص وايه ده الحلو؟ ورحمة والديك اذا كانوا حيين ولا ميتين، ما انت بنرجح كلمة صاحبي. خلاص يا حاج، الراجل حلف ما صاحبي. انا ما احلف يا اخي. الله، يعني عايزه يطلق؟ هو حلف بالطلاق؟ مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده، يبقى وصلك 10. صلى على النبي اسم المشتري. الحج علي ابو السيد ابن الحج علي. الحج علي ابو السيد ابن الحج علي. بطاقه شخصيه ولا عائليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع، قول لنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نمرة البطاقة كام يا سونا؟ 50 60 70. 50 60 70. 80 80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليا. مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش. ادينا احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يلا، شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة وشيل منابع. يلا العينيا. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كبابي انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. وقف طابور. وقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي.
اهو يا بيه، هو ده. طلعوه اللي بعد. وده بيه؟ ايوه ده. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش حق. ازاي؟ خد الاتنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ الله حاسب. ايه ده؟ واضح انك حمار. احنا هناكل علقه. قرب يالا انت وهو. اسمك يالا؟ بركات. حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعادة البيه. وبعدين يا حاج ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركات. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تهمل شويه. اسكت. حاضر. اهو. انت الاشول؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما انت يا انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبيه ده؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه، ما حاجة تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو اهو بلعت ملغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليمه يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيدي الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه، أنت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني إيه؟ راحوا عليا العشر بواكف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريباً. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى،
لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا ودين الابخار عليك. صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي. امشي. لا اله الا الله. ما باله انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. لا ده ايش عيال تعبان ده حرام كتير تحكوا عليه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله. ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال. ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات قدام نهوري. اخد طعمي. يلا. تعيش يا باشا. تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت تحطمت في نفوخك يا قد. وانا عاد فيها نفوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا. سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك. يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوله. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعوهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايده يا باشا. ما انت عارف انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات. انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت لك عندي 700 جنيه اجيبكوا وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه انطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك. طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المقطم. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. بعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى! كفاية أرجوك! آه يا ولادي الكلب! يلا خلو! قسم! لا ده بالناس! حد الله ما بيننا وما بينه. ليه يا مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو.
فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليك. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عينيا حالا نجيب الساعه. ساعه؟ ساعه ايه؟ الحلاوه 10% زي الحكومه ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم ارحمك. ايه تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى؟ هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركه. قليل الادب. من كتر الكشري اللي بتاكلهولي متهيألي ان معدتي تطلع لها جبه. هبقى حليلك جوه ببسبوسه. لا انا عايز احلي بعضلة لحمه. مالك يا بركوت؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي منبه على كل اصحاب العربيات، محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ كل يوم، انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه. ليه؟ تبيعيها؟ لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك قال اللي ما شافش من الغربال يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ يشاركنا فيها. انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي خليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيك. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري يا كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض، طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربيه. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فرده؟ يعني ليه؟ انا دافع حاجه من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. الواحدة 3.5 100 حباية، وادي 200 حباية، الواحدة على 3.5 يا بلاش.
قربوا يا معلمين. ده كده كتير يا قلطه. والله انا عبد المأمور، عندكم صاحب المالك فاهموا معاه. حاجه بالعقل. ده بتوع علينا البطيخه ب 3 جنيه ونص، هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله ب 100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتحها شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي يا قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحبايب. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. أربعة جنيه، أربعة جنيه. بقول لك إيه؟ هي حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطة، وده نصيبك يا زوكا، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكا. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش ده بناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلي في 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغد نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي. مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب واصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي. معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي الجيبة. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناة عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي كتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا. خوليو، لو ما تيجي راحك فدا على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش، حاضر. Thank you.
هيجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنى يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 فطيخه بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعالى بص باتنين ونص. تعالى بص باتنين ونص. في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت اهو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في سوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعاده البيه والبضاعه دي بتاعتنا. ما الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك. انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده عن المعروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له عمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له.
انا يا انا شفت مرمى جت انت بيه جت يا ابني الله الله عيني في الحكومه في عرضك في عرضك يا باشا في عرضك يا سعاده الباشا في عرضك احترم نفسك حوطوا العربيه لحد ما يخلصوا بيع واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه اه يا فندم ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك كل واحد على حال سبيله يلا 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 اتنين ونص وتعالى بص اتنين ونص تعالى بص اتنين ونص تعالى بص تعالى بص طب اتنين وبس اتنين وبس ليه بقى يا صاحبي يلا خلي الفقير ياكل اتنين وبس تعالى بص اتنين وبس جرايه يا باشا انت سبت كار العربيات ولا ايه لا اله الا الله يا معلم من ساب كاره اتقل مقداره الله امال عدم المؤاخذة بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقولة يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض، انت تبيع الفاكهة وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ ناسع مني 10 بواكي هو الواد صاحبي. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت الله يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول أكيد مسنودين هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشوية عيال زي دول ومال عدم المؤاخذة سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق؟ من غير ما تمنحهم ولا على الأقل حتى تدينا خبر أيوة ما هو لا إله إلا الله ما قلت لك إن الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر وانت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري الزمة مش مكسوفين من نفسيكم عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده وإلا هيكون موقفكم زي الزفت ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج الماشفين دول استحالة طبعا يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم لسه بتسأل يا بلاسي جبتك سعيدة مع السلامة اتفضلوا الو انا امين يا كينج سمعت سيادتك اللي حصل في السوق اي خدمة اهلا يا معلمين افتحوا الطريق مش لزوم يا معلم هاي الشاي والدخان امسك خيرك سابق امسك لا اديك في وشك ماشي افتح الطريق منك له طريق السلامة طب ليه؟ بمزاجي طب ما وسعوا لنا من غير ما ندفع ابص لقدام باشا
حاسب يا خينا، حاسب يا مجنون، تفضل حاسب يا خينا. بركات تبص وراك، ده منه كمين. وامن عندي البطيخ سليم. طب ازاي؟ يا كبير الرجال. حاضر يا معلم. سيل يا
تتهموا مين بحرق العربيه؟ ربنا هو المطلع يا سعاده الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعاده الباشا. مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربيه؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شارع وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. عربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش والله. طب يلا بينا نشوف في ايه. Thank you.
السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خدك وكلة البلح، هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنك وانتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. عمره ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الأرض. عروستك انت يا حلو. انا بس ده كتير قوي عليا. واحنا عندنا اغلى منك يا بطه، مش كده بركاته؟ تمام يا صاحبي. وصلي صلي. سلام يا رجاله، ده انا جاي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصله وكل عبده بدمعه. حلوه يا صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيع بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاتو كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق له. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقول لك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. ايه خلاص انت، انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تبن. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما امن له وراح نادي على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. Thank you.
وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس. أكيد بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكة منين. أهلا وسهلا، جاست أون تايم. إيه؟ يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. أهلا. أهو مرزوق اللي قلت لك عليه. ناره أبيض. قشطة. أهلا. حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك ذوق والله العظيم. يا فندم يا ملك. حضر لهم كاسين. حاضر. على فكرة أنتوا مديونيلي. ليه بالصلاة على النبي؟ إحنا لسه شربنا حاجة؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتهم خردة في وكالة البلح. أنت بعت حاجة يا صاحبي؟ ومقام سيدي الهلول أنا لو كنت شفتهم كنت أدفعهم. لا غير البضاعة اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب أنت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا أخويا. الله، ده سامع اللي أنا سامعه وبركتك؟ أنا مش فاهم حاجة. ولا أنا يا صاحبي. الوكالة والأجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي أنا، والفلوس فلوسي أنا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى إنكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، أنا مش هاخد منك حاجة. أنا هديكم. هتدينا إيه؟ الوكالة والأجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد إيه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20. 40. 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف بيها وشك. أيوة بركاتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعد عليا ولا عد عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. مش كفاية بصل برضه يا حسن؟ تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا بهوات، نسيت، أصل اللي اتعود على ريحة الكولونيا تتعبه ريحة البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطل؟ واشمعنى يعني انا اللي حططهولي؟ لأنك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، ما احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم. ما تغيرش. وعشان انا. ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان ناسي اهو. ولو انا لا يمكن افرق في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل الشغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا، ما ينفعش. هنعلمك.
ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظلك الدنيا. أنا ما انفعش. إيه يا كمان؟ مش فاهم. يا أختي. إيه إيه؟ نرجع لك يا طيب أنا حوريه. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المدير. بقى ده اسمه كلام؟ تسيبوني حالي ومالي وتجيبوني اتفرج على مكاتب مش موجودة الا في احلامكم؟ ما هو لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها. بفلوس الجيار؟ كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي، سكرتيرته. أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبداً. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني. ماشي. ايه ده؟ الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. لا حلو يا صاحبي، لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله الله الله، ده عمرو. ايوه كده مش ماشي. ادي اديله. ادي اديله. ادي اديله. ادي اديله. اديله. افتكر كفايه كده، شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع، انت خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه. اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثه، انا اتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برطوشه. شغل حواري. عم برطوشه اديله. 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 الله يا حبي. الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امين. احسن برضه عشان صحتك. جايب لي بيبي دول يا استاذ. لسه اشوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ، بجد لذيذ. وتديني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه.
المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه. لا مش بالعافيه. بحاجه تانيه. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 طن عمي. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي. واعمل حسابك بقى تبات الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزه. وبنت بلد واي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. انا لا قصدي صاحبك. يعني لو اقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطه. يعني موافقه؟ احيانا جرايه خلو فيه ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت إيه؟ حلو، جيت في وقتك يلا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ إيه رأيك يلا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشركة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة. لو انت هتشبك بطة؟ اه يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطة. ايه مالها؟ في حاجة تتعيب؟ الشهادة لله ما فيهاش حاجة تتعيب. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من اساسه. انت شارب حاجة قد ولا ضارب حاجة ولا عامل ايه؟ يلا بطة مش ليك يا مرزوق.
حتى ما بتحبكش. تقول ايه يا بطة؟ ما بتحبكش يا كوتش. انا ما فيش مرة ما بتحبنيش. الا بطة، دي الحقيقة يا كوتش. بطة بتحب واحد تاني. بتحب مين انت؟ بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات دي مامر، ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هات لي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكوا تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول اللي مالكش فيهم يا كينج. كده بالبساطه دي؟ انتوا ناسيين انكوا برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج، بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في البرافان ولا في باترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنانه اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركات؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم؟ لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر. بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. وانت منال. صاحبي ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك.
اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري. بتقول ايه يا ابن الكلب؟ مين يا عمر؟ بطل ايه اللي جابك هنا وجيت هنا ازاي؟ بطل بركوتة، انت شفت ايه اللي حصل؟ روح يا كلب. كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. عزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي، يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح، بس مش ده اللي عايزه كينج.
بطه، ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات بركات، خدني البركات. صافي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق، مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه ايه دي؟ على مهلك على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي، ما تستهدى بالله يا بني ادم انت، وافهم منها الحكايه. اخرس انت هدين الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص ربايه بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره، بتعملوا ايه يا بنت ال... يا بنت الحسب والنسب. بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخرس بره بره. انا همشي، بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده، لا رضا ولا خصمانيه. برا كلمنا انا هنا فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطان يا امين، جات لك منين؟ تلميذك يا كينج، كلها حقنتين ثلاثه ويبقى مستني ميعاد الابره زي المجنون، بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج، كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف انه هيحصل له زي مرزوق. انت بتخرج بتقول ايه؟ هي دي الحقيقه صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق، خطف فاطمه وبنجها وحطها في صغيره، وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق. 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 رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش؟ شيل معايا كله. على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك. مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا براكوتا. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذه. الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه. ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلب الله. مع السلامه. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. دي صفقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج يا كينج، المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على غناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار ما حدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونيه. 501,000. 501. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا ساده. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525. مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ يا افندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع؟ وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟
شغل الجمجمه. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطره لده. مبروك يا مرزوق. الف مبروك يا ملك. مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش أني، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كده، دي أوامر الملك، انفارتك، أنا بعرضك يا مرزوق، أنا مش هيجي يا مرزوق، أنا صعب، حط علي يدك يا مرزوق، البلاسي يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حط علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. بلاش يا مرزوق، لا مرزوق، اوعاك يا مرزوق، لا Thank you.
ازازه الويسكي يا بلاقسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه واجي لك جاي. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وترصد. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ بطل بطل بطل. لا 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 Thank you.
حد ضمنهولي. مجنون ضمنهولي برضه؟ لا الله، ده انت عندك ناس ما غريبة من الشيطان. ده صاحبي يا بنت. صاحبي وصاحبك هناك على الهوا. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحبي دراعي وعم قرش. سلام. مش هشوفك تاني؟ سلام يا صاحبي.